بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم حبايبنا وأعزائنا تلاميذنا الحلوين وكل متابعي مدرسة إشتار الابتدائية الأهلية. أرحب بكم أجمل ترحيب لدرسنا لهذا اليوم لدروس اللغة العربية، وهو درس القراءة لتلاميذ الصف السادس الابتدائي. معكم معلمة المادة الست إيمان سعد رؤوف، أهلا وسهلا بالجميع حبايبنا. موضوعنا اليوم إن شاء الله هو درس القراءة، وموضوعنا لهذا اليوم أيام العطل صفحة 54. طبعا هذا الموضوع راح يتحدث عن أيام العطل، وعندنا بالنسبة لبلدنا اكو عطل رسميه واكو تعطيل. تعطيل الدوام ما يشي من ضمن العطل الرسميه، يعني العطله الرسميه لا قانونيه مشرعه، يعني مثلا ايام عيد الفطر المبارك وايام عيد الاضحى وبدايه السنه الهجريه 1 محرم، وعندنا وفاه الحسين عليه السلام 10 محرم، و هكذا العطل يعني المحددة، عيد مولد النبوي الشريف صلى الله عليه وسلم، والأعياد والمناسبات الوطنية. إضافة إلى التعطيل، أحيانا مثلا تصح مثلا فد مناسبة أو شيء، رئاسة مجلس الوزراء تنطي تعطيل للدوام الرسمي، يعني هذا تعطيل مؤقت مثلا مو 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 مشرع. فأيام العطل هنا راح موضوع جميل جدا. راح نشوف احنا عندنا بالنسبة ان العطلة مالتنا تقريبا يوم الجمعة، احنا العطلة مالتنا يوم الجمعة. الآن راح نبدي نقرأ الموضوع ان شاء الله ونناقشه، بعدين نطلع عندنا تراكيب نحوية، وان شاء الله افتح مايك على واحد واحد حتى استمع من عندكم، وبعدين نعين الواجب البيتي. هسه حبايبي اريد الكتاب، كل واحد كتابه بايده، راح تتابعون وياي الموضوع. راح ابدي ان شاء الله اقرا الموضوع. جاهزين؟ يلا حبايبي. ايام العطل. ايام العطل كثيرة كيوم الجمعة. أيام العطل كثيرة كيوم الجمعة مثلا. نجعل منها أياما للراحة، فإذا عرفنا كيف نستفيد منها عشنا سعداء فنرجع. عشنا سعداء فنرجع إلى أعمالنا نشيطين مسرورين، ونزداد قدرة على العمل والدروس، وتزيد رغبتنا فيها. فالراحة لا تكون بالنوم والكسل، وإنما بالنشاط والعمل. نذهب إلى دور العبادة ونساعد أهلنا في أعمال البيت. نذهب إلى دور العبادة ونساعد أهلنا في أعمال البيت، ونحضر دروسنا. وقديما قال الحكماء: إن النفوس لتتعب من الراحة فأريحوها بالعمل. إن النفوس لتتعب من الراحة فأريحوها بالعمل. أعيد القراءة حبايبي، شوي انتبهوا وياي. أيام العطل. أيام العطل كثيرة كيوم الجمعة مثلا. نجعل منها أياما للراحة، فإذا عرفنا كيف نستفيد منها
عشنا سعداء فنرجع إلى أعمالنا نشيطين مسرورين ونزداد قدرة على العمل والدروس. ونزداد قدرة على العمل والدروس وتزيد رغبتنا فيها، فالراحة لا تكون بالكسل وإنما بالنشاط والعمل. نذهب إلى دور العبادة ونساعد أهلنا في أعمال البيت ونحضر دروسنا. وقديما قال الحكماء: إن النفوس لتتعب من الراحة فأريحوها بالعمل. طبعا كما قلنا إنه أيام عطل موجودة عندنا كثيرة، ولكن احنا العطلة الأصلية يعني مالتنا بالنسبة لنا عطلتنا يوم الجمعة. يعني قسم من العوائل عندهم أيام العطل مثلا لزيارة الأقارب، زيارة الأهل، أو للذهاب إلى بعض المتنزهات، وقسم ياخذوها للراحة. مثلا قد يجوز تعبانين مثلا من شغل أسبوع كامل، شوية يرتاحون بيه. هنا قسم هذا اليوم يعني أحيانا للراحة، أحيانا مثلا لمساعدة الوالدين في المنزل. يعني هنا بالنسبة لهذا الموضوع حدد لنا بأنه نجعل منها أيام للراحة. يعني قلنا أحيانا يطلعون بعض العوائل تطلع سفرات أو زيارة الأقارب أو زيارة الأهل. كذلك يعني لازم واحد يخصص وقت مثلا للقيام بأعمال منزل. يعني أكو أشياء مثلا المنزل يحتاجها من تصليح أشياء مثلا ضرورية كالكهرباء كالماء وهكذا، أو الحديقة، الشغل بالحديقة. هنا شوف مثلا يساعدون الأم والأب بأعمال المنزل، والقسم الباقي مثلا يذهب إلى دور العبادة للصلاة، خصوصا يوم الجمعة بها صلاة. يعني الأكثرية تروح صلاة الجمعة مشروعة، فيروحون إلى دور العبادة لتأدية صلاة الجمعة. أيضا قسم يعني يأخذوه وقت للنوم أيام العطل، قسم يأخذوه شو وقت للنوم شوية يرتاحون بها. بعدين خصوصا اذا احنا عندنا مثلا هسه عندنا صار السبت بالدوام، فقسم يبدون يراجعون دروسهم، يحضرون دروسهم لليوم اللي راح ياتي بعده. اذا يوم العطله يعني يجب على كل انسان يقسم وقته يعني حسب ما يستطيع من عنده من وقت. مثلا كما قلنا اساعد مثلا والدي باعمال المنزل، إذا الوالد يذهب إلى دور العبادة أذهب وياه إلى دور العبادة لتأدية صلاة الجمعة، أو آخذ قسط من النوم للراحة، أو زيارة الأقارب، أو للخروج للمتنزهات. أحيانا شوية الإنسان لازم يعني يروح عن نفسه يخرج إلى المتنزهات. طبعا هنا أكو قول للحكماء يقول: إن النفوس لتتعب من الراحة فأريحوها بالعمل. أحيانا القعدة الطويلة أيضا واحد يمل، يعني أحيانا القعدة تملل، فأكو أشياء مثلا حلوة مثلا أكو يستخدموها مثلا كأعمال فنية. عندهم أعمال فنية مثلا يسوون، اللي يرسم، اللي عنده أعمال فنية يقوم بها، أو أي شيء، أو شيء بالبيت. احيانا مثلا اساعد ماما مثلا اذا يعجبها تسوي فد كيكه او تسوي فد معجنات او اي شيء. ف ان النفوس لتتعب فاريحوها بالعمل، لان قلنا الحركه مفيده للجسم.
الآن حبايبي أكو عندي بالكتاب إذا نباوع تراكيب هذه النحوية اللي قلنا عليها، انتبهوا علي، تتذكرون شرحنا أنواع المعارف وقلنا أنواع المعارف المعرف بال والمعرف واسم العلم اللي يشمل على مذكر ومؤنث ومكان، والموضوع الأخير اللي أخذناه هو المعرف بالإضافة. شوي راح أذكركم به، تبوا علي. عندي كلمة أول السطر اللي بدت في بداية أيام، كلمة أيامه، راح أنتبه أيامه. طبعا أيام عطل كثيرة جملة اسمية، لماذا؟ لأن يوم أيام جمع لكلمة يوم، أيام جمع لكلمة يوم، وهذا طبعا اسم لجماد من الأسماء، يوم من الأسماء. إذا أيام راح تكون شرح نعربها، اسم، كل اسم يأتي في بداية الجملة يعرب. نعم أحسنتم، مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. زين، أيام، أيام العطل، أي أيام كثيرة، أي أيام كثيرة. هنا حدد أيام العطل، أيام، قلنا أيام مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. لكن هنا جاءت اسم نكرة، هنا جاءت اسم نكرة، وقلنا المبتدأ يجب أن يكون معرفة، اسم معرفة، وهنا جاء اسم نكرة. إذا ما الذي عرف هذا الاسم؟ ما الذي عرف هذا الاسم؟ نعم أحسنتم، هي الإضافة، هي الإضافة. إذا هنا من أعرب بالنهاية أقول وهو مضاف، لماذا؟ لأعرب العطلي. نعم ممتاز أحسنتم، مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، إذا مضاف إليه مجرور بالكسرة. إذا لو أقول أيام العطل وأسكت، هل ستكون الجملة تامة المعنى؟ أيام العطل وأسكت، إذا الجملة راح تكون غير تامة المعنى. ما الذي سيتمم معنى الجملة؟ نعم ممتاز، كثيرة، كثيرة، الذي سيتمم معنى الجملة كثيرة. إذا الذي يتمم معنى الجملة يسمى، كل الزين أحسنتم، يسمى خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. إذا هذه بالنسبة لأول الجملة اللي موجودة بالكتاب، أيام العطل كثيرة. قلنا أيام اسم نكرة ولا يصح المبتدأ أن يبتدأ باسم نكرة، يجب أن يصح أو يكون المبتدأ اسم معرفة. هنا جاءت نكرة، إذا أضفنا كلمة العطلي، أيضا اسم العطلي، فأصبحت مضاف إليه مجرور بالكسر. تممنا معنى الجملة بالخبر الذي هو كثيرة، خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. هسه راح نرجع حبايبي إلى القطعة مالتي، وأنتبه أيضا بعد عندي شوفوا، عندي يوم الجمعة، كيوم الجمعة، أيضا هنا يوم الجمعة، أيضا هذه هنا جت مضاف ومضاف إليه. زين، عندي أيضا كلمات النوع الآخر من المعارف اللي هو معرف بأل، معرف بأل، معرف بأل، هي هاي العطلي، نوع الإضافة كانت، نوع الإضافة كان معرف بأل،
هنا العمل معرف بال، هنا الدروس معرف بال، هنا ايضا بالنشاط الباء حرف جر والنشاط ايضا به ال، هنا العمل ال، النفوس معرف بال، الحكماء ايضا معرف بال، هنا الراحة معرف بال. هنا نذهب فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. شوفوا هنا إلى جاءت موقعها الإعرابي مجرورة، شوفوا إلى حرف جر ودوري اسم مجرور وعلامة رفع، العفو، اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره. ولكن إلى أي دور نذهب؟ إلى أي دور نذهب؟ نعم كل زين ممتاز، إلى دور العبادة، دور العبادة. شوفوا أيضا جاءت إلى حرف جر ودوري اسم مجرور وعلامة جره الكسرة والعبادة، والعبادة نعم، إذا هنا وهو مضاف والعبادة أحسنتم، مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على في آخره، اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره. بالنهاية نقول وهو نعم ممتاز، وهو مضاف، إذا العبادة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره. إذا حبايبي هسه راح أترككم تقرأوها قراءة صامتة حتى أفتح إن شاء الله المايك وأبدي أستمع من واحد واحد إن شاء الله. بس قبل لا أفتح المايك أنبه الواجب البيتي، راح نكتب الموضوع على دفاتر القراءة مرة واحدة، طبعا رقم الصفحة 54، رقم الصفحة 54 راح تكتبوه ولا ترسلوه على الفايبر، راح يصير عندنا إن شاء الله الخميس دوام وراح أصحح الدفاتر، فقط تكتبوه وكتابة مرتبة، خط واضح، عنوان الموضوع، رقم الصفحة، وأبدي أكتب الموضوع بين سطر وسطر، وطبعا لا ترسلوا إن شاء الله أصحح الموضوع بالمدرسة. حبايبي إن شاء الله تكونون قد استفدتم من المحاضرة، وألتقيكم في دروس قادمة إن شاء الله، وفي أمان الله.